المال والأعمال والاقتصاد بعد الفاصل مع هبة بيشاني. السلام عليكم. تركز اجتماع وزير الصحة الدكتور سعد النايف مع رؤساء فروع نقابة صيادلة سوريا على واقع القطاع الصحي والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن الدوائي. وأوضح النايف أنه بالرغم من الاستهداف المستمر للمعامل الوطنية، ما زال الأمن الدوائي مستقرا ولا توجد مشكلة دوائية حقيقية في سوريا، وأنه يتم العمل على تأمين الأصناف المفقودة سواء المحلية أو المستوردة من خلال التعاون مع الدول الصديقة لاستجرار بعض الأصناف الدوائية النوعية، ولا سيما من بيلاروسيا وإيران، مؤكدا أن بعض الأصناف الدوائية في حال فقدانها يوجد بديل عنها بنفس الخصائص والتركيبة الدوائية. أعضاء النقابة شددوا على أهمية التواصل الدائم مع الوزارة، ما يضمن وضع خطط واستراتيجية عمل جديدة تكفل ضمان تسهيل إجراءات عملهم وما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن. خصصت وزارة الصناعة مبلغ 2,450,000,000 ليرة سورية كخطة إسعافية مالية لشركاتها ومؤسساتها والجهات التابعة لها لمعالجة الأضرار التي لحقت بها من جراء الأزمة الراهنة. وأوضحت الوزارة أن هذه الحلول الإسعافية تأتي بناء على طلب الحكومة من أجل تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الجهات بهدف معالجة الأضرار التي تعرضت لها مباشرة ولعودتها للعمل علما أن الوزارة قامت من خلال بعض الاعتمادات المتوفرة لديها بمعالجة جزء من الأضرار. الجدير بالذكر أن حجم الأضرار المقدرة التي لحقت بمختلف مؤسسات وشركات وزارة الصناعة والجهات التابعة لها بلغت نحو 57 مليار ليرة لغاية شهر آذار الماضي. حذر رئيس جمعية الضرائب المصرية الدكتور أحمد شوقي من أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبرى نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وأشار إلى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، موضحا أن معظم تدفقات النقد الأجنبي تقلصت وهو ما يهدد بمزيد من التراجع. من جهة أخرى، تراجع الجنيه المصري دون سبعة جنيهات للدولار الأمريكي لأول مرة في السوق الرسمية، وتوقع المحللون المزيد من التراجع مع استمرار التوترات السياسية في البلاد. وكشف البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها. وقبل الختام، نتوقف مع أسعار صرف العملات الرئيسية حسب مصرف سوريا المركزي. ختاما، سلام الله عليكم وعودة إلى وائل وأليسار. شكرا هبة.